الاسود. إذن مشاهدي ومتابعي قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط من مدينة الدار البيضاء من أمام مركب محمد الخامس. يعني كيف ما كتعرفوا اليوم كتشهد مباراة قوية ما بين الوداد البيضاوي وشباب المحمدية على منافسات البطولة المغربية. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا الآن أجواء دخول الجماهير إلى الملعب، يعني جماهير الودادية حاضرة بكثافة، يعني جميع التذاكر تقطعوا من سيت أسلام. يعني بقى ساعتين على المباراة وكيف ما كنشوفوا بقى ساعتين على المباراة، دخول جماهير الودادية من الآن، يعني دخول كثيف للجماهير. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا الان الشرطه كتقوم بتفتيش الجماهير الولاديه، يعني باش يمنعوا دخول الشهب الاصطناعيه الى الملعب او دخول الالات الحاده الى الملعب. كيف ما كتلاحظوا معنا الان كيتم تفتيش الجماهير قبل دخول الملعب. هاني الله يحفظك. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، جماهير الوداد البيضاوي يعني قبل دخول ديال الملعب محتفله وكتغني. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا اجواء هستيريه للجماهير البيضاويه الوداديه قبل المباراه اللي كتجمعهم امام نظيرهم الشباب المحمديه على البطوله الوطنيه. Yusuf! Yusuf!